زاد يا كريم يا رب. دولة 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 ايه؟ دولة انت صح ولا نايم؟ انت ايه اللي دخلك عليا اوضه النوم يلا؟ اوضه النوم يا عم انت بتحلم، احنا في القهوه دولة. يلا يلا قوم استحمى بقى عشان نروح نصلي الجمعه. نصلي الجمعه ايه الساعه 7 الصبح؟ انت اتجننت؟ ايه يا دولة فوق كده، احنا عايزين نروح بدري عشان نلحق الصف الاول يا دولة. صف اول ايه اللي نلحقه واحنا رايحين الاستاد يا ابني؟ صلاه الجمعه في اي مكان بتصلي يا ابني. لا يا عم دي كلمه الالتزام يا دولة، احنا عايزين نروح بدري النهارده عشان نلحق الخطبه من اولها، عشان عايز افهمها بقى المره دي. بس الجامع دلوقتي هتلاقيه قافل. هنقعد يا عم نفرش حصير ونقعد قدام الباب الجامع عقبال ما يفتح. بص روح انت استحمى وجهز نفسك وانا بحصلك يلا. وانا هستحمى يعني هنا في القهوه يا عادل؟ وفيها ايه يعني؟ عندك الغلايه على النصبه اهي، روح حط دماغك تحت الغلايه بس اهم حاجه ما تغمضش عينيك. لا يا عم انا لسه هقعد اقلع هدومي وبتاع. يلا قوم بقى قوم بقى يا عادل بقى. ولا ابعد من قدام وشي دلوقتي بدل ما اقوم افتح لك دماغك. انت شكلك كده عايز كوبايه شاي. عينيا حاضر. نفتح بس الاول حته في النص ده. عادل دولة دولة عايز ايه؟ هو الواد حته فين؟ معرفش. طب ايه عادل بتزعق ليه كده طيب فيا؟ يا عم احنا في ساعة صبحية. اهدى اهدى يا حتة ولا حتة. عايز ايه؟ بقول لك يالا، هو فين القناة اللي بتجيب صلاة الجمعة؟ صلاة جمعة ايه؟ هو النهاردة ايه اصلا؟ قوم قوم يا عم قوم فوق كده وتوصلك وشك بكوبايتين حلبة بإيدك دي واعمل لنا كوبايتين شاي. يلا يا أستاذ عادل يا أستاذ عادل، لما سبتك تنام هنا سبتك تنام عشان قلت لي مش هيحصل أي مشاكل. لا إله إلا الله. طب هو كان هيعرف الغيب منين يعني؟ فوق فوق يعني فوق كده وقوم يلا هز طولك وامسح القهوة دي علشان الزباين لما تيجي. زباين مين اللي هيجوا الساعة 7 الصبح يوم الجمعة يا سائع؟ امشي اطلعوا بره بره بره. دولة عايز ايه؟ دولة الحق الحق، حته بيقول لك اطلعوا بره. انت جبت لنا كلام يا حته؟ انا مال انا يعني؟ هو يطلع بره هو يطلع بره. امشي اطلعوا بره. الواحد ميت من التعب، السهرة بتاعت بالليل دي والشغل، الواحد جسمه اتكسر. طب وايه اللي تعبك قوي كده يعني؟ لا مفيش، المهم يعني نمت الساعة 2 بالليل، صاحي الساعة 6 على خناقة جامدة جدا بين سناء وبين أمي وبين مجيدة وبين مراتي وكل الناس بيتخانقوا مع بعض. يا دولة يا دولة، ده كله علشان أنت مش مظبط بيتك. تعرف إن أنا لما كنت في البلد وفي حد بس بيفكر إن هو عايز يصحيني كنت أقوم أقتله. بالك يا دولة؟ ها عادل؟ بالك لما ببقى نايم هنا في البازار لوحدي بالليل وفي تمثال عامل دوشه اقوم اكسره. وانت كام تمثال عملوا لك دوشه قبل كده؟ 3. مخصوم منك 3 تماثيل. وابعد عن وش السعاده يا رمزي عشان ما اغلطش فيك. هتغلط ازاي يا عادل يعني؟ ماشي يا دولة يا دولة دولة، انا عايز اعرف يعني هتغلط ازاي؟ ها خلاص مش هغلط فيك يا ناس ان شاء الله. طب يلا قوم قوم بقى قوم. انت نمت خلاص ولا ايه؟ اه. طب يا عم قوم، انت كفايه نوم جلاجات كده، انت هتقضي طول اليوم نوم. قوم قوم يلا فوق كده عشان نصلي الجمعه. بص يا رمزي، عايزك بس تسيبني انام شويه عشان اقوم مركز في الصلاه. انت مش نايم معايا امبارح في نفس التوقيت يا دولة؟ لا انا نمت بعديك، رحت حلقت وبتاع وظبطت نفسي. بص يا دولة، انا الاسبوع اللي فات الجمعه فاتتني، والاسبوع اللي قبله برضو، انا الاسبوع ده بقى مش عايزها تفوتني. يلا بقى قوم. ماشي ماشي. انت متوضى يا رمزي؟ كنت متوضى من 5 دقايق. ما هو الجامع قافل يا عم. اعمل لك ايه؟ ماشي ماشي ماشي. ايوه كده فهو. حاضر حاضر، انا عارف انت ناويها من الصبح انك انت ما تنيمنيش. حاضر ما دام كده كده بقى مش هقدر انام. يلا نروح على البيت عندي ناكل لقمه وبعدين نطلع على صلاه الجمعه. لا يا دولة، روح انت ظبط نفسك وتوضى وابقى عد عليا هنا في البازار. ماشي. دولة اقول لك نصيحه؟ لا. عينيا، ظبط حياتك تستقيم حياتك. ايه
حد يرد على التليفون. يا اخوانا حد يرد على التليفون. الو يا رمزي، عايز ايه؟ ايه؟ هجيب لك سجادة صلاة وشبشب؟ حاضر يا سيدي. لب؟ عايز ليه لب؟ رايح جنينة الحيوانات بعد الصلاة. ايه، هتزور قرايبك ولا ايه؟ ماشي، حاضر اجيب لك لب. وما تتصلش بيا تاني يا رمزي. انا مال انا تتصل بمين؟ ما تتصلش بيا وخلاص. يا اخوانا حد يفتح الباب يا رانيا. انت بتزعق لي. افتح الباب يا رانيا، مش شايفاني نايم. نايم وبتتكلم ازاي دي؟ انا اسف يا ستي، مش نايم. ممكن لو سمحتي بقى تفتح الباب عشان عايز انام. وش معنى انا؟ انا صاحية من الصبح وغسلت وطبقت ونشرت. خلي اختك اللي اسمها سناء تخلي عندها شوية دم وتعمل حاجة، ثم ان انا حلفت لا هرد على تليفونات ولا هفتح بباب. اوه يا سناء، سناء يا سناء. ايوه يا عادل. الله، عملت جعل كده ليه؟ افتح الباب يا سناء. طب ما انت عندك مراتك اهي ما قاعده، ما تفتح هي الباب. يا سناء لو سمحتي، ما فيش وقت للكلام ده. افتح الباب لو سمحتي، بيرن من الصبح. انا حلفت لا هفتح بباب ولا هرد على تليفونات. حلفتي بجد؟ برافو برافو انك حلفتي يا حبيبتي. انا كمان حلفت والله العظيم ثلاثه ما انا فاتحه الباب. يا ماما، يا ماما. ايه في ماما؟ بتنده عليا ليه؟ معلش يا ماما انا اسف يعني، بس ممكن تفتح الباب؟ وافتحه انا ليه؟ ما عندك شحطتين يفتحوه. لو سمحت يا طنط، من فضلك ما تغلطيش فيا. ما ماما قالت الشحطتين، يعني غلطت فيا انا كمان. ومع كده انا ما ردتش عشان انا محترمه ومؤدبه. عيب عليكي، عيب عليكي تغلطي في ست كبيره زي دي، زي امك. يا ماما معلش يا ماما، افتحي يا ماما. طب ايه رايك بقى عشان الكلمتين اللي قالتهم مش هفتح. واللي بره ده كمان. يا ياسمين روح افتح الباب. بس انا عارفه لو حلفت انت الاخرى هقوم اكسرك. هتكسرها ازاي وانت حلفت ما تقومش من على الكنبه؟ مش هيفتح، مش هيفتح. دي الفكره يعني؟ مش هيفتح. تعالي هنا. تعالي هنا. تعالي يلا. بس على فكره كده انت قمت من على الكنبه. لا، كانت رجلي دي لمسه، والله كانت رجلي لمسه. يلا روح تحت. ايه طرشان، مش سامعين جرس الباب؟ إيه ما سمعناش خالص، هو ضرب؟ يا رب، ده حاجه غريبه جدا، ده بيت غريب جدا. السلام عليكم. ازيك يا ام مرد؟ عليك ازيك يا اختي. في ايه يا جماعه؟ انا بقالي ساعه مفتوحه على الباب عماله برن لما كنت هزهق وامشي. عايزه ايه يا ام ميرفت؟ ده بيخسي عايزه بصلتين. احسن ابو ميرفت ما ياكلش الفوله، لازم اخرط له عليه بصل. الدوشه دي كلها يا ام ميرفت عشان بصلتين؟ الله يا سعاده، هو انا بعز عنكم حاجه؟ ما هو امك هي اللي سبخت مني ما خدتك النهار. يا اختي يا اختي، ده من 5 سنين. يا جماعه يا اخوانا، حد يقوم يجيب لها بصلتين. قومي يا رانيا هاتي لجارتنا ام ميرفت البصل. انت بقى ما تتامريش عليا يا سناء. تقصدي يا رانيا؟ ما قصدكيش يا سناء. بحسب. خلاص يا جماعه، سناء قومي هاتي البصل. هو انت مش قادر على مراتك هتقدر على اختك؟ خلاص تمام، ام ميرفت خشي خد البصل اللي انت عايزاه من البلكونه. يسلم بقك، عمال تتعصبوا على بعض. ايوه يا اخويا انا عارفه ان البيت بيتي. طبعا، فكرينا بقى نبقى نعمل لك مفتاح على البيت. يا عادل، انت لازم تشوف حل المشكله اللي احنا فيها دي، عشان انا خلاص مش قادره. طالما مش قادره ومش قادره تستحملي، اتكي على الله وامشي. يا سلام، هو في حد اصلا واجه لي كلام يا ست سناء؟ انت عايزه ايه يا مجيده؟ انا مش قادره افهم انتوا مستويين على ايه، حاجه غريبه جدا. وانت كمان بقى اتاخر، انا مش عارفه اقعد. اتفضلي حضرتك. يا ولاد انعام، البصل يا اختي متعلق بسقف البلكونه وانا مش طايلاه حد يجي يا ولاد يجي يناولني بصل. امي عادل ناولها البصل. انا حلفت قبل كده ان انا مش هقوم من على الكنبه قبل صلاه الجمعه. بص يا ام ميرفت، شوفي اي مقشه واخطفي لك اي بصلتين من فوق. اتفضلي يا اخويا. ان شاء الله يخليك ويريح قلبك. وبعدين يا عادل، هتعمل ايه في المشكله اللي انا كلمتك فيها؟ انا عايز انام. هي دي طريقتك في حل المشكلات، انك تنام؟ ربنا ما يجيب مشاكل. ما هو انت لو مشيتي على النظام بتاعنا
هتستريحي وتريحي. قصدك ايه بقى ست انعام؟ عايزه ايه؟ عايزاني اشتغل شغاله عندك؟ لا 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 الا ماما. ماما ده صوت الحكمه، صوت الضمير، صوت العرب، كلمه ماما تمشي على رقابه كل الناس اللي في البيت وفوقيهم عادل، وبعد منهم كلمتي انا تمشوا عليها. ليه بقى ان شاء الله وانا هنا ايه؟ طيشه، كنبه، جردل، انا هنا صاحبه البيت وكلكم عندي ضيوف. يا اختي يا اختي يا اختي، ضيوف ده ايه؟ انا قاعده في خير ابني. خلاص خلاص خلاص، بس كفاية، أنا أحل لكم الحكاية دي. يوم السبت سناء عندها أجازة من المدرسة، هي اللي هتمسح المواعين وهي اللي هتنشفها وهتنظف المطبخ. كل واحدة فيكم ليها يومين، نجلاء يومين تنظف البيت كله، رانيا يومين تنظف البيت كله، سناء يومين تنظف البيت كله، ماما وحماتي كل واحدة مسؤولة فيكم عن أوضتها. بعد كده فاضل ايه تاني؟ فاضل ايه؟ الهدوم، كل واحده هتغسل هدومها، هدومي رانيا هي المسؤوله عنها، الطلبات بتاعه البيت انا اللي هجيبها كلها من بره، عايزين اي حاجه رمزي هو اللي هينظمها لكم ويجيبها لكم لغايه البيت. يوم الجمعه اجازه لكل الناس ما عدا رمزي. في حاجه تاني؟ اوكي، ورد على التليفون وفتح الباب. هنجيب سكرتيره في البيت ان شاء الله. استاذي رئيس قسم، طب ما انت بتعرف اهو تحل وتربط، امال كنت راكن ليه؟ كنت بغير زيت. على فكرة انها موافقة. طالما ماما قالت انها موافقة طبعا انا لازم ارضخ لرغباتها. وانا هعمل ايه؟ بص يا ياسمين، انت عليكي مهمة مهمة جدا، هتلمي كل الازايز اللي موجودة في البيت وتمليها مية وتحطيها في التلاجة، ما تخليش ولا ازازة فاضية. دلوقتي بقى ممكن تسيبوني بقى، انا هنام نوع الكنبة، ممكن تسيبوني بقى؟ الله. طيب يبقى انا كده بقى هنام بعد صلاة الجمعة ان شاء الله. انا خدت البصل اهو يا سعاده، ربنا يكرمك. بقول ايه يا ولاد، ماليش عندكم حزمه بصل اخضر كده من ابو شراشيف؟ بصل؟ حاضر يا ام مرفت، حاضر، هجيب لك حزمتين وانا راجع من الصلاه، كله بعد الصلاه، سيبوني بقى.